انت ليه خلتنا ننزل عند متحف الحضارات يا يحيى؟ وبعدين ايه علاقة المتحف بالسر وبالناس اللي بيجروا وراك؟ فلنستريح في الجبل الغربي داخل قارب الشمس، وندخل إلى الأفق ونفتح الأبواب السرية المزدوجة، ويتم سحبنا بواسطة أرض الغربيين. إيه ده؟ التعويذة ما عملتش أي حاجة، طب فين المشكلة؟ إيه ده يا يحيى؟ أنت زعلت مني وهتحولني الموميا ولا إيه؟ أنا بهزر معاك على فكرة، أقولك أنا مش عاوز أعرف لا سر ولا حكاية، أقولك كمان مش عاوز أتفرج على مو صلاح ولا هاخد منك سندوتشات تاني. استنى دلوقتي يا مازن، هتفهم كل حاجة. التعويذة ما عملتش أي حاجة، إزاي قدر يدخل العصر القديم من غير ما أشوفه؟ دي حاجة تجنن. طب أنا هروح ونتقابل بكرة، ماشي؟ سلام. ما تبقاش عيل بقى يا مازن، قلتلك هتفهم كل حاجة. أفهم إيه يا يحيى؟ بتقول كلام غريب، وسمعك بتقول التعويذة ما عملتش حاجة. أنت مستني مثلا تطلع هنا دايرة كبيرة يخرج منها حد يقول كلام زي اللي بتقوله، وتقضوها تعويذة قصاد تعويذة؟ تعويذة قصاد تعويذة؟ صح يا مازن، هو قال مش أنت بس اللي معاك تعويذة يا يحيى، وإن وجودي هناك مرتبط بوجوده. يعني معنى كده إن التعويذة بتاعته مش بس مرتبطة بكلمة السر، دي كمان ليها علاقة بالتعويذة اللي معايا. كده أنا فهمت يعني خلاص؟ شايف ده يا مازن؟ تمثال، هو شكله حلو قوي، وتحسه مش من اللي بيتباعوا في أي مكان بيقلد التماثيل الأثرية، بس في النهاية تمثال. ده هدية من الملك رمسيس ليا يا مازن. ها؟ كده كملت. والشنطة دي ذكرى من حتشبسوت بقى ولا إيه؟ أنت تقريباً الكتاب اللي عملته يا يحيى خلاك تشوف حاجات مش موجودة إلا في خيالك. صدقني يا مازن، الموضوع بدأ من هنا، من يوم ما... أنت فاكر لما تعرف التعويذة اللي معايا خلاص كده يا يحيى الموضوع انتهى؟